السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الشيخ الدكتور خالد أبو راس من أبناء طريقة السلام القادرية، وأنا أعمل محاضرا في جامعة بار إلام. يحتفل أبناء الشعب اليهودي في هذه الأيام بحلول عيد الفصح المبارك حق هبيسح، أو ما يسمونه عيد الربيع حق هأفيف. هذا العيد الذي يمثل انتقال بني إسرائيل بقيادة سيدنا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام من أرض مصر، من أرض العبودية، إلى مرحلة الحرية، مرحلة ما بعد فرعون. هذا العيد الذي كان ذروته حدوث معجزة شق البحر التي وقعت مع سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل. هذا العيد الذي ينظف فيه أبناء الشعب اليهودي بيوتهم مما ألم بها طوال عام كامل، ويجهزونها تحضيرا واستعدادا لليلة العيد، ليل هسيدر. والأولى بكل إنسان سواء كان يهوديا أو مسيحيا أو مسلما أو من أي ديانة في هذا العالم، أن ينظف قلبه لا بيته، أن يعتني بقلبه أولا ثم يعتني ببيته، أن ينظف قلبه، حيث إن القلب هو مسكن الرب. جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الصوفية: إن القلوب هي بيوت الرب. فعلى الإنسان أن ينظف قلبه مما ألم به من نوازغ الشيطان، من نوازغ النفس التي تأمر صاحبها بفعل الشر. هذا هو المعنى الحقيقي الذي أراه في عيد الفصح، الذي أراه في هذا العيد المبارك. عيد الفصح هو مرحلة وهو مجال للقاء الإنسان بأخيه الإنسان، لأن يتوقف الإنسان عن ظلم أخيه الإنسان. في هذه الأيام أرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد المبارك على هذه الديار وعلى هذا العالم بالخير واليمن والمسرات، راجيا الله عز وجل أن يكون هذا العيد مرحلة زمنية مباركة. وكل عام وأنتم بخير. حق سميح.